بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. زيك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم على موضوع انا حاسس ان هو ليه اهمية كبيرة جدا دلوقتي، وخصوصا ان احنا تخلصنا من الهيباتيتس سي في الاطفال. فانا حاسس ان الموضوع ده هيبقى مهم جدا في السنين الجاية، بتنبأ بذلك. طبعا في الاول بنشكر الدكتور بحبح والدكتور زنون على دعوتنا لإقامة هذا المؤتمر وهذا السيمبوزيوم أو الوركشوب المهم جدا عن الليفر. الأوبجكتيف طبعا أن احنا نتكلم على إيه هو النافلد. غالبا طبعا كلكم عارفين يعني إيه نافلد، بس هنتكلم عليه، وبعدين ليه عايزين نغير المسمى من نافلد إلى مافلد. لينا أسباب كتير هنقولها، والكرايتيريا بتاع الحكايه دي والانفستيجيشنز اللي احنا ممكن نعملها والتريتمنت، لان احنا شايفين ان ده مرض مهم جدا، فمهم جدا ان احنا نشخصه بسرعه، ولان هو سايلنت ديزيز. ايه هو النافلد؟ زي ما احنا شايفين هنا ان النافلد تبقى للناسبجن والاسبجن الجايد لاينز ان هو ات از ا ديزيز of exclusion. يعني يعني ما نقدرش نقول ان ده نافلد غير لما استبعد الامراض التانية. لو ما لقيتش الامراض التانية اقول نافلد. بما اننا احنا بنعمل exclusion للمرض ده، يبقى معناه احنا مش عارفين نشخصه لوحده، ومش عارفين ليه كرايتيريا في الدياجنوزز، ومش عارفين ليه كرايتيريا للتريتمنت. لازم اكسكلود كل حاجة بما فيهم ان الالكهول، والالكهول ده حاجه مش مهمه خالص بالنسبه للاطفال. طب ليه بنسميه نون الكوهوليك فاتي ليفر؟ وهو احنا الاطفال يعني قليلا جدا ما حتى في بره قليلا جدا قبل سن ال 18 ان هم بيستعملوا الالكهول. ولازم نستبعد الحاجات الثانيه بما فيها الميتابوليك، ده التعريب بتاع النافلد نفسه، بما فيها الميتابوليك، بما فيها المال نيوتريشن، الحاجات كلها اللي بتعمل نون الكوهوليك فاتي ليفر. طيب هل هو ديزيز مهم ولا مش هو ديزيز مهم؟ زي ما احنا قلنا ان احنا بدل بنقول ان هو اكسكلوجن، يبقى معناها ان احنا بروسيس اوف اليمينيشن، لازم اليمينيت الديزيز الثانيه. يبقى معناها ان احنا مش مدين له الاهميه الكافيه دلوقتي، لان احنا بنعمل له اليمينيشن ولا لينا دايجنوزس، ولا معناها ان هو الساينتفك نوليدج سكارس، ومعناه ان انا مش ولا بالهيستوري ولا بالاكزامينيشن اقدر اقول ده نافلد غير لما استبعد الامراض الثانيه، ما بديلوش اهميه خالص. كانوت بي كونفيرمد، الدايجنوز بتاعه از نوت كونفيرمد، بالعكس كونفيرم الديزيز الثانيه، ولو ما طلعوش يبقى اقول ده. لكن لما هو يكون انكلوجن، ده بيبقى ليه كرايتيريا معينه، ليه دايجنوز معين، ليه تريتمنت معينه. فاحنا عايزين نحوله من حاجه باكسكلوجن الى حاجه الى انكلوجن، عشان كده قلنا مافلد. طيب هل هو ليه اهميه؟ هل هو نسبته 1% 2% 10%؟ هنشوف هنا نلاقي ان هو ليه اهميه جامده جدا يا جماعه. ده طبعا ده كله ادلتس واطفال، لكن نلاقي في حتت يعني حتى في مصر هنا نلاقيه احمر، يعني معناها اباف 30% في نافلد. يا خبر، طب ما كل الحالات الثانيه برضو 25% اهو تقريبا كل الحالات. ده حتى في مكسيكو وصل ل 50%. لا، مكسيكو وصل كام؟ مكسيكو ده وصل ل 75%، يعني معناها في حتة 75%، يعني حتى ان هو 25% في العالم كله، معناها it's a very important disease ان احنا غافلينه خالص. طب نشوف بقى ان هو في الاطفال ايه. لقينا ان في الاوبيس children 38% عندهم نافلد. 38% من الأوبيز. طب يا جماعة، ما احنا كلنا كم واحد هنا ابنه تخين او هو تخين، او يعني هنلاقي ان هو يعني 38% من الأوبيز ده عالي جدا. وايه و 17% من العادي؟ طب ما ده من الادوليسنت، ده عالي جدا جدا يعني. يبقى ميجور ديزيز. هنلاقي هنا ان هو معمول في الميدل ايست، تقريبا من اكتر الدول اللي في العالم الميدل ايست هي المين في الاطفال. نيجي بقى للفيميل الاطفال، احنا عندنا كام واحد اوبيز اللي هو هيطلع منهم 40% نافلد؟ هنلاقي ان هو تقريبا واصل 25% في الادوليسنت،
البنات وتقريبا 20% في الادولسنت الاولاد. وفي الستات بقى عالي جدا في حته زي مثلا اسكندريه واصله 50% من الستات اوبيز. يبقى معناها ان هما لو هو 40% ولا 50% من الستات الاوبيز يبقى معناها 25% من الشعب المصري او 20% عندهم نفل. البرزنتيشن دي بقى المشكله. البرزنتيشن ممكن اي حاجه طبعا، الليفر يعمل اي حاجه، يا هيباتوميجلي يا ما يعملش حاجه، يا يعمل جوندس يعمل، هي نفس الطريقه. بس هنلاقي ان هو 90% من الحالات دي اي سيمتوماتيك، يعني معناها اتس ا سايلنت ديزيز، يعني يفضل يتطور. طب ماشي سايلنت ديزيز، هل ممكن يعني هل هو فاتي ليفر ويفضل فاتي ليفر طول عمره؟ لا، هنلاقي ان هو ممكن يتطور الى ديزيز ستياتوهيباتايتس ويتطور كمان الى سيروز. يعني يا جماعه اطفالنا لو هم اوبيز 40% منهم هيحصل لهم كده، ولو احنا ما عالجناهمش ال 40% دول هيتطوروا في ظرف كام سنه الى سيروز. يعني مش زي ما كنا فاكرين زمان ان الناش ده حاجه فاتي ليفر وخلاص وتعدي. لا، اتس ا فيري سيريس ديزيز، ات كان كوز سيروزز اكزاكتلي از هيباتايتس سي. فيعني ما نهملوش ولازم نهتم بيه. وانا بتهيألي ان هو هيبقى المين ايتم في السنين الجايه، لان هو مش حاجه سهله. عشان كده احنا عملنا بيبر بنقول فيها يا جماعه احنا لازم يبقى فيه كرايتيريا المرض ده، ولازم نشخصه بسرعه لان هو سايلنت، ولازم نعمل حاجه في التريتمنت، في الدايجنوز والتريتمنت عشان نشخصه ونعالجه. وعملنا البيبر دي من الشرق الاوسط، كنت انا مشترك ومع الدكتوره نزهه من المغرب. ريكلاسيفيكيشن. طب نرجع كده خطوه لورا، ايه هو الفاتي ليفر؟ الفاتي ليفر ممكن يبقى ديو تو ذا ديزيز زي الويلسون، زي الفايرال هيباتايتس، زي فركوز انتولرانس سيلياك، كل الحاجات دي ممكن تعمل. او ديو تو ميتابوليك اللي احنا بنقول عليه بيه اللي احنا شخصناه اللي هو التايب 2 اللي سميناه مافلت لان هو ميتابوليك. يا اما تايب 3 ان هو ملوش كوز ولسه هيبقى ليه كوز كمان كام سنه، ممكن يخش في ميتابوليك او في ديزيز تانيه زي السيلياك زي اي حاجه تانيه. فيبقى معناه ان هو تايب 2 اللي هو المافلت اللي هو متعلق بالميتابوليزم. ايه هو بقى المافلت ده؟ احنا عملنا له كرايتيريا زي الادلت. هو الادلت هم اللي سبقونا واحنا قلنا نستعمل نفس الكرايتيريا اللي هو بيبقى فيه ستياتوزس زائد وان اور مور اوف ذيز ثري كرايتيريا اللي هو الاوفر ويت اور اوبيزيتي، البري دايابيتيك اور تايب 2 دايابيتس لان هم ما لقوهوش خالص في تايب 1 دايابيتس، وافيدنس اوف ميتابوليك ديسفانكشن اور ميتابوليك سندروم. الميتابوليك سندروم اللي هو الميتابوليك ديسفانكشن هو الحاجات زائد الاوفر ويت يبقى ميتابوليك سندروم. يبقى احنا حولناه كده الى ديزيز ايتم نقدر نشخصه لان هو في ميتابوليك هاند او ميتابوليك لاين ممكن اشخصه عندي الميتابوليزم. والستياتوز هنقول هنشخصه زي كل ميتابوليزم بقى هنتكلم عليها اللي هو زي ما احنا قلنا يا اما في اوفر ويت يا اما هيلثي وفي ميتابوليك ابنورماليتيز يا اما بري دايابيتس او دايابيتس زائد الستياتوز. يبقى ستياتوزس واي واحده من دول او اي اثنين من دول او الثلاثه مع بعض. طب الميتابوليك ده معناه ايه؟ ان هو ممكن يبقى عندنا اللي هي في ايتمز بقى هايبرتنشن وترايجليسرايدز والحاجات الثانيه بتاع الليبيد بروفايل كلها بتبقى ابنورمال. يبقى لو هنا الليبيد بروفايل ابنورمال زائد هايبرتنشن زائد اوبيزيتي زائد ستياتوزس يبقى احنا بنقول على ده مافلد. غيرناه بقى لان هو هيبقى يعني احنا كنا بنقول 40% من الاطفال عندهم نافلد. نافلد دي حاجه صغيره قوي بالنسبه للمافلد. شو بقى لما نقيس المافلد هيحصل ايه؟ هنلاقيه اعلى كتير جدا من النافلد. نمسكهم واحده واحده. الاكسس اوبيزيتي هنقول ليه بنتكلم على كده، لان احنا عايزين نمسك نشوف كل واحده فعلا هل الابحاث اظهرت ان هي في النافلد القديم اظهرت ان هي في فعلا علاقه بينهم من بعض ولا لا. هنلاقي ان هم لقوا في الميتا اناليسيس في 2016 ان هو 36.1% من الاوبيس شيلدرن الادوليسنت عندهم فعلا نافلد، عملوا عندهم ستياتوز. والحكايه مظبوطه ان هو العيال اللي عندهم
استياتوزس او فاتي ليفر في نفس الوقت لقوا ان هم نسبه كبيره منهم 26% اوبيز، يبقى معناها ان هو في علاقه بينهم قويه جدا. نفس الحكايه بالنسبه للدايابيتس، ان هو برضو ان هم لقوا ان هو 23.4% من العيال البري دايابيتك او الدايابيتك عندهم نافل، وكونفرسلي برضو ان لقوا ان العيال اللي عندهم دايابيتس تايب 2 دايابيتس كان نسبة من 50-60% elevated ALT. هم ما عملوش غير الـ ALT في البحث ده، فقالوا ان عندهم يعني معناها ان الدايابيتس affected the liver، لكن ما كانوش متأكدين ان هو فاتي ليفر، بس غالبا كان فاتي ليفر. التايب 1 دايابيتس ما بيحصلش فيه الحكاية دي. لازم نفهم، لان هم قالوا ان هو البري دايابيتس والحاجات دي ديو تو انسولين ريزيستنس. طبعا لازم نفرق ما بين الانسولين ريزيستنس والدايابيتس. انسولين ريزيستنس معناها ان في انسولين عالي بس الاورجنز ما بتستفدش من الانسولين ده عشان توطي الجلوكوز. في الحاله الثانيه الدايابيتس الانسولين واطي جدا ما بيتفرز، فعشان كده بيحصل دايابيتس. فلازم نفرق ما بين الاثنين، ان علاجهم مختلف خالص. علاج الانسولين ريزيستنس ان احنا نعمل سنسيتايزيشن للاورجنز دي عشان تقدر تستجيب للانسولين. الميتابوليك ديس فانكشن بقى اللي في الحاله دي زي ما احنا قلنا، عشان بس نسرع الموضوع، ان هم لقوا برضو ان العيال اللي مش اوبيز ساعات بيبقى عندهم، لقوا 8% من العيال دول عندهم 8% عندهم مافلد مع ان هم مش اوبيز، يبقى معناها بس لقوا ان عندهم ترايجلسرايدز عالي وعندهم شويه هايبرتنشن وعندهم بري دايابيتس، يعني ال 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 نيجي ده الميتابوليك سندروم، ان هو في اوبيزيتي زائد الحاجات اللي قلناها اللي هي ترايجلسرايدز والكوليسترول والحاجات دي. نشخص ازاي بقى؟ طبعا زي ما احنا قلنا وزي ما قالت الدكتوره توحيده، ان الجولد ستاندرد في اي حاجه ان احنا نعمل ليفر بايوبسي. طبعا مش معقوله هعمل، انا عايز اعمل سكريننج للعيال اللي في المدارس كلها اللي هم الاوبيز مثلا على الاقل، هل هعمل لهم ليفر بايوبسي؟ مش ممكن. بس هو المين ستي ان انا اعمل ليفر بايوبسي طبعا، لكن هنعمل حاجات تانية. لا، ان هو الالترا ساوند ممكن برضو يوري مع الاليفيتد دي ال تي، يعني لو الالترا ساوند ورا السياتوزس خصوصا لو عملنا الاتينيويشن كوفيشنت هنلاقي زي الديفرنس هنا. هنا مثلا الازرق ده معناه ان هو تقريبا 0.3 وده معناه ان هو 0.7. ده الاستياتوزس وده النورم، فبيبقى في فرق بالالترا ساوند زائد الاليفيتد دي ال تي. يبقى نعمل الترا ساوند مع الاي ال تي، لو لقيناهم الاثنين اب نورمال يبقى ده ساعتها نقول السياتوزس. بقوا لقوا برضو ان الفايبروسكان زي ما قالت الدكتوره توحيده، ان الفايبروسكان از كولوريتنج فيري ماتش وذ ميتافير فايبروزز، يبقى معناها ان احنا ممكن نعمل برضو فايبروسكان زائد الابري زائد الحاجات الثانيه اللي قالت عليها زي ما احنا شايفين هنا فايبروتست والابري. لكن الكويس قوي اللي هو الماجنتيك ريزونانس سبكتروسكوبي ده بيقيس، لان هو في حاجه اسمها ليبيد بيك، فهو بيقيس الليبيد بس، وطبعا في تاني اللي هو بتاع الماتل بيك اللي هو الحديد بيقيس الحديد برضو، فده بيقيس كوانتيتيف الليبيدز اللي موجوده في الليفر، يبقى معناها بيقيس الاستياتوزس. فده كويس قوي. هو طبعا عايز سوفت وير معين مش كل الحتت موجوده فيها، لكن غالبا دلوقتي كل الحتت موجوده فيها الام ار سبكتروسكوبي. بس العيب الوحيد ان العيال لازم تبقى نايمه، فما بنعملوش غير الاطفال اللي هم فوق الثمان سنين، واحنا مش محتاجين قوي قبل الثمان سنين على فكره عشان نشخص الموضوع. في كتير بايو ماركرز كتيره جدا ممكن نستعملها، لسه بيحاولوا يعملوها. الفايبروز سكورز زي ما قالت الدكتوره توحيده برضو ان احنا بنعملها، بس مهم قوي دلوقتي ان هم مركزين جدا على الجات ليفر اكسس اللي هو بيستعمل البورتال تراكت، وبيستعمل كمان البايل داكتس عشان نشوف ان هما ساعات بيقولوا في ليكي جات وهايبر بريميليتي هي اللي بتؤدي الى الكومبليكيشنز كلها وفاتي ليفر.
فهم بيدرسوها كويس قوي وبيحاولوا يلاقوا طريقه نعمل ده بالمانيتول بالحاجات ان احنا نقيس الليكي جات وانكورليتد دلتاس دل يعني الانفستيجيشنز والريسيرش اللي ماشي دلوقتي ان انا كورليت الليكي جات والهايبر بيرميابيليتي بالفاتي ليفر. طيب التريتمنت ايه؟ انا قربت اخلص خلاص. التريتمنت ايه؟ زي ما احنا بنقول ان في ترايجليسرايد عالي وفي ليفر جات الجات ليفر اكسس والحاجات دي كلها والهايب ويبقى احنا اوبيزيتي اهم حاجه، يبقى نعمل ايه اول حاجه؟ اللايف ستايل. يعني سهل قوي يا جماعه، العيال التخان لازم يخشوا يعملوا رياضه وياكلوا مظبوط عشان كل الكومبليكيشنز اللي احنا بنشوفها اللي هي تقريبا في 40% من الاطفال او 25% من الشعب المصري ده نتخلص منها طبعا بما فيهم بقول لنفسي يعني ان احنا لازم نغير اللايف ستايل، ان احنا لازم نعمل رياضه وناكل حاجات اقل شويه ويعني لو نقدر. بس انا يعني اديني عجز وعلى فكره وانا صغير كنت رفايع، فيعني نحاول نعمل كده في اطفالنا على الاقل يعني ما يبقوش زينا يعني. عشان فالحاجات اللي نعملها ان احنا بنعمل انسولين سنسيتايزرز، لقوا ان هم الجلوكوفاج والحاجات دي بتساعد، زائد الويت لوس ثيرابيز الاورلي ستات والحاجات دي لقوها برضو بتفيد. اللايف ستايل موديفيكيشن زي ما قلنا ان احنا لازم نعمل رياضه. الانتي اوكسيدنتس اللي هي الفيتامين سي واي، البيلري اسيد زي الاورسوفالك او الاورسو ديوكسي كوليك اسيد، الجات ده اللي هو الاكسس اللي احنا بنقول عليه ان احنا لازم مايكروبيوتا، ندي مايكروبيوتا ونحاول نقلل اللي هو لو في ليكج او هايبر بيرميابيليتي ان احنا نقللها، وفي نوفل ثيرابيز، وفي طبعا البوفا اللي هي موجوده والاوميجا 3 والحاجات دي. فدي هو التريتمنت اللي لازم نمشي عليه وسهل قوي يا جماعه. Therefore encourage them to be more physically maintain their weight، حتى لو احنا مش هنخلي الويت نقلل الويت ان احنا maintain the weight وهم بيكبروا هيعتبر ان هم بيخسوا ما وزنهم ما يزيدش يعني. Healthy eating habits، نقلل beverages that have added sugar وavoid the fast food اللي هو فيهم sugar وستارش وفات. ده طبعا السكيم اللي احنا بنعمله ان احنا اي طفل اوبيز لو عملنا له الاي ال تي ولقيناها عالي يبقى غالبا نفكر بقى في الحكايه دي، لو لقيناه واطي يبقى نعمل له فولو اب ونصلح برضه اللايف ستايل عشان ما يخشش في الموضوع اللي بعد كده، زائد بنشوف بقى الترايجلسرايدز، بنشوف الهايبرتنشن، بنشوف الحاجات دي عشان نتاكد من الموضوع. In conclusion pediatric MAFLD اللي هي التسميه الجديده has become the leading cause of chronic liver disease in childhood with potential serious طبعا كارديو ميتابوليك زي ما احنا قلنا ان هو ممكن يعمل لان الليبيدز عاليه والهايبرتنشن والحاجات دي فهم ممكن يعمل كارديو ميتابوليك زائد الهيباتيك اللي احنا قلنا ان هو ممكن توصل للسيروز. The MAFLD definition shift fatty liver from a disease of exclusion to inclusion. عشان كده لان ليه كرايتيريا للدياجنوز وليه كرايتيريا للتريتمنت. MAFLD introduces new concept in children. طبعا laboratory test زي ما احنا قلنا it's can be easily done and it's non-invasive. التريتمنت ان احنا نغير اللايف ستايل زائد كل الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي جلوكوفيجز وديسليبيديميا والحاجات دي كلها ان احنا نعملها، وفي انوفيتيف ثيرابيز اللي احنا بنقولها الجات ليفر اكسس. وثانك يو فيري ماتش. اللي احنا بنقول عليهم انا ما رضيتش اتكلم فيها، لكن هم برضو بيعتبروا في الميتابوليك ان حتى لو انت مش اوبيز لازم اقيس فعلا الويست سيركمفرنس.
كمترة كده بيسموه كمترة بالظبط. هم قالوا ان الويست كونفرنس اهم حتى في العيال اللي هم ما فيش اوبيزيتي. تمام، شكرا.